1450 درهم. 1450 ها هو 1450 درهم. رجع على رقم التران تكر درس غنتيني انت. 1450 145 اورو. كاين هاد لاباك هذا زوين، هاد لاباك ديال رافينيتي حتى هو، ها هو 1450 درهم. ايوا كاين هذا ديال الطروات، ديال الخاتم ديال الطروات دي زوين، كيدير 800 درهم. زوين هذا البنات، هذا 800 درهم، 16000 ريال الخاتم. زوين 16000 ريال. ايوا كاين هذا فيه حجره خضراء، الثمن ديالو حتى هو كيدير 3000 درهم، 60000 ريال. مارغريت في حجره خضراء. كاين هذا الموديل، كاين هذا كيدير 1600 درهم، توا فيه حجره خضراء 1600 درهم، 32000 ريال. كاين هذا ديال ليبول، الثمن ديالو 1800 درهم، ها هو 1800 درهم، 36000 ريال. كاين هذا لاباك كيدير 600 درهم، 12000 ريال. كاين هذا فيه حجره حمراء، ها هو كاين حجره حمراء، هذا كيدير 2100 درهم. ايوا كاين هذا فيه هذا المارغريت، هذا المارغريت هذا هو زوين، هذا المارغريت هذا باللوان، الثمن ديالو كيدير 1550 درهم. كاين واحد المارياج كيدير 3100 درهم، هو 3100 درهم، 310 اورو هذا المارياج. هذا كاين هذا الخاتم زوين، هذا الخاتم البنات فن، هذا رومي، الثمن ديالو كيدير 2450 درهم، 2450 درهم، 245 اورو. كاين هذا تا هو خاتم كيدير 1800 درهم، 36000 ريال. كاين هذا عنده تا هو خاتم، تا هو هذا هو الخاتم ديال كيدير 5000 درهم، هذا 5000 درهم بالنسبه لهذا، 5000 درهم 500 اورو. هذا 500 اورو. كاين واحد الخاتم ديال البنانه زوين، حتى واحد الخاتم ديال البنانه كيدير 1300 درهم، 26000 ريال. كنتواجدوا في مدينه الدار البيضاء في قيصريه المنجره في شارع الفيدا الرقم المحل 51. مارغريت الكبير، مارغريت الكبير هو هذا الخاتم ياك، خاتم الكبير هو هذا. فين هو، فين هو، هو هذا اللي فيه حجره خضراء اختي، هو هذا. ها هو كيدير 3000 درهم، ها هو 3000 درهم هذا. وكاين الاخر بالحجره خضراء، هذا هذا كيدير 32000 ريال، 160 اورو. هذا 300 اورو، هذا 160 اورو. ها هو اختي رجاء، استاذ اختي اللي في الهميزات هما هادو، ها هما كاينين هادو وكاينين هادو، هادو في الهميزات، ها هما باقيين هادو اللي باقيين، دابا اللي باقيين في الهميزات بالنسبه للاستاذ رقاق. ان شاء الله في رمضان ان شاء الله تنخدمو، ضروري ان شاء الله نخدمو في رمضان. ها انت كاين لاباك هاد البزيم، ديال البزيم هذا كاين هذا حتى هو زوين، واحد ديال التخرم، ها هو ديال التخرم، الثمن ديالو كيدير 1200 درهم. زوين البنات هذا، 1200 درهم، 24000 ريال، 120 اورو. هذا فن هذا. ايوا كاين هذا حتى هو زوين، الثمن ديالو كيدير 3100 درهم، 3100 درهم. هذا 62000 ريال. كاين هذا كله داير بالحجر، كيدير 1250 درهم، 1250 درهم، 25000 ريال. كاين هذا الكبير ديالو كيدير 2550 درهم، هذا 2550 درهم، هذا 2550، 51000 ريال. ها هو كاين هذا تا هو خاتم كيدير 30000 ريال، هذا 1500 درهم. هادو كلهم خويا دوزت لكم في الميزات في الدوزيام اليوم. لا ما عنديش اختي الخيط، لا ديال بلي شحال ما عرفت اختي في دواشنو قلتي ليا بغاصلي اوريجينال اختي، هو هذا هو كاين هذا براسي، هذا اللي قلتي كيدير، اللي كيدير 5 مليون يا فينا، هو هذا، ها هو كيدير 5 مليون، 5000 اورو. هذا تقير في الميزان ديالو 35 غرام فاصله 6. ان شاء الله اختي رجاء، مرحبا جيتي، مرحبا بك عندنا. بغيت السلسلة طويلة عندي علاقة، مرحبا اختي دينا. هاهوما اختي هما اللي عندي، هاهوما عندي هادو طوال، هاهوما عندي جوج كرافاجات، وعندي هادي ديال رويال، هادي صحيحة هادي، وكلهم هادو صحاح. إلا بغيتيهم إن شاء الله غير تواصل معايا في الواتساب باش نقول لك كل وحدة الثمن ديال هادو طوال.
هادو طوال هادو راه كنبيعهم لك خاوين، الا بغيتي مخاوين راه نبيعهم لك ماشي مشكل. القياس ديال مارغريت ديالو، القياس ديال الخاتم، القياس اختي ديالو هذا كيدير 1.8، هذا 1.8. الخاتم كاينه، الخاتم البزيمة اختي كاين، الخاتم البزيمة فين هو؟ الخاتم البزيمة والله اختي ما عرفتش فين هو. الخاتم البزيمة القياس ديالو فيه 1.9، ها هو الخاتم البزيمة فيه 1.9، لي باك ديامو هما ختاينين اختي، لي باك ديامو اللي غندوزهم. عندي واحد الباك ديامو هذه في انكارا، الحجره الوسطانيه بوحده فيها 0.90، هذا حجره بوحده فيها 0.90 عاد غير هذوك اللي في جناب. هذا خاتم زوين الثمن ديالو واعر. لما قلنا اختي عندي لما قلنا بغيتيهم هما كاينين، تواصل معايا في واتساب ان شاء الله نسيفطهم لك. في لي مارك عندي لي مارك كاينه هذه، وكاين واحدين اخرين، كاين لي مارك الاخرين الا بغيتي متواصل معايا في الواتساب ان شاء الله ونسيفطهم لك. كاين هاد لاباك هذا كما قلت لك غير حجره الوحدانيه بوحده الوسطانيه فيها 0.90 كبيره. كاين اختي سنة المكان اللي بغيتي عندي كاينين. السنسة غليظة راه دوزتهم لك اختي نعيمة، السنسة غليظة. كاين هاد لاباك هذا، كاين هاد لاباك تا هو زوين، هذا الدوزيام تا هو هذا كيدير 14000 درهم، ها هو ديال الديامو، هادو كلهم ديامو دابا دوزيام. كاين هاد لاباك ولكن فيه غير بعض الحجرات صغيورين، هذا كيدير 2500 درهم، 250 الاورو، ها هو فيه حجرات صغيرين ديامو بيض. كاين هذا تا هو كيدير 7500 درهم، 750 الاورو ديامو. كاين هذا حجره ديالو كبيره شويه فيها تقريبا شي 0.60، حجره كبيره، ها هو هذا الثمن ديالو كيدير 11500 درهم. هذه حجره وحده مارغريت وحده 11500 درهم، 1,030,000 ريال، 1,150 اورو. هادو كلهم لي باك ديال الديامو دوزيام. هادو كاين هذا كيدير 5500 درهم، ها هو هذا، هذا 5500 درهم، 550 اورو. هذا كاين فيه هذا فيه تا حجره وحده ديال 0.40، الثمن ديالو كيدير 8500 درهم، 850 اورو. هادو كلهم ديال دوزيام. هادو لو كاين هذا في هذه الحجره، هذا الثمن ديالو كيدير 7000 درهم. كاين هذا كيدير 5000، هذه فيها نص كاره 5500 درهم، هذه فيها نص كاره حتى هي، هذه 5500 درهم، 550 اورو. كاينين بزاف ديال لي باك هادو، هما كاينين كلهم هادو لي باك ديال الدوزيام. هادو عاد كاين لي ريفيير، كاينين السناسال، ان شاء الله تنعاود ندوزهم ان شاء الله. باقي شي براس شي سرات ندوزهم، شي براسليات صافو غنساليو ان شاء الله. المهم ندوز لكم هادو ديال الديامو، البراسليات حنا غندوز لكم ان شاء الله. البراسليات ها هما كاينين، هذيك البراسليات هما من هنا لتحت. ندوز لكم واحد السرات وشي براسليات ان شاء الله وغنساليو. سي اوداود، اهلا سي اوداود مبارك، سواد في الجيش. هادو رينا الناس الخفاف اختي وريتهم لك. كاين هذا عصير الصابون، هذا ها هو عصير الصابون، راه الثمن ديالو كيدير 26350 درهم، 2 مليون و 126000 ريال، 2635 اورو. عصير الصابون القياس ديالو نقول لكم شحال، قيله 6.6، هذا 6.3 وقيله ياك 6.3، هذا 6.3 عصير الصابون القياس ديالو. اسبانيا لا، اسبانيا اختي لا ما تنصيفطوش حاليا اسبانيا لا. كاين هاد البراسليت هادو بلديين كيديروا 17500 درهم، 1500، 1750 اورو، بلديين زوينين هادو. كاين واحد جوج براسليات، انت هاي البراسلي بلدي زوين، هذا هذا كيدير 5000 درهم القياس ديالو، القياس ديالو 6.2، ها هو 6.2، 5000 درهم، 500 اورو. كاين هذا وكاين هذا تا هو 5000 درهم، هذا القياس ديالو تا هو 6، كلهم 6، هادو قياسات 6، 5000 درهم لواحد، 500 اورو لواحد. الا كانت شي وحده باغاهم ها هما كاينين هادو. عصير الصابون انا دي اختي نصايب معاك الا بغيتي ياك.
كاين واحد الدباج مفتولين كيديروا 17400 درهم 1730 دولار في 41 غرام 6.3 القياس ديالهم. نعم شي براسليت 5000 درهم لواحد 5000 درهم لواحد 5000 درهم لواحد ماشي بجوج 5000 درهم بجوج. كان هذا براسي ديال الطروات دي 14300 11400 درهم مليون و120 100000 مليون و28000 ريال. ومريضه لا هو يرصد والو لا اختي عصير صابون ما كانوا صيفطوش لباريس لا لا دباج مفتلين هما هادو اختي كيمو ها هما كيديروا 17300 درهم فيهم 41 غرام. كاين واحد السرات اللي خديت اللي خديت كاينه هاد السرات هذه هي خديتها شوف لا لا ماشي نفس القياس هاد السرات لا ثقيله لا لا ها هي هاد السرتله هادي زوينه والقياس كبير هادي هادي خديتها البارح لا اختي عائشه القياس 7 هادي قياس 7 اذا كانت شي وحده باغا السرتله قياس 7 ايوه هادي ها هو عندي هادي فيها 75 غرام فاصله 8 القياس ديالها 7 الثمن ديالها 32000 درهم 3 مليون و40000 ريال. ها انت كاينه هاد السرتله هادي 3 مليون و40000 ريال قياس 7 وكاينه هذه حتى هي قياس 7 ها هي هذه فيها 6 جوج بيضين جوج صفرين جوج حمرين حتى هما قياس 7 الثمن ديالها كدير 36000 درهم فيها 85 غرام فاصلة 6 الا بغيتي تخبي فلوسك هما هادو 3 د المليون 3600 اورو 3 د المليون 120 انت كاينه هذه التحتانيه وكاينه هذه دو كلهم ديال السراتلي هذه فيها 7 وهذه فيها 6 وكاينه هذه حتى هي ها هي حتى هي السراتل هادو كلهم سراتل في الدوزيام هادو انت كاينه هذه الثمن ديالها كدير 38000 3800 اورو 38000 درهم 3 مليون و160 هذه حتى هي كاين هادو كلهم ثقال هادو فيهم هذه فيها 91 غرام ايوا شنو نقول لك مازال السراتل اللي عندي كاينه هذه ها هي كاينه هذه حتى هي الثمن ديالها كدير 2 مليون ونص هذه شنو هي شحال؟ 7؟ شناهي؟ وقت 7 راه 22 لا 7 تقريبا 7 شحال 21 7 راه 23 7 22 22 هذه دايره 3 مليون ونص هذه دابا السرات لا عندي منهم السرات تبارك الله راه موجودين الا كانت شي وحده باغا السرات ها هما كاينين انت كاينه قياس صغير وقياس كبير قياس 7 قياس 6 المهم هذو كلهم قياسات دوزيام دوزيام ما يا اختي هذو كلهم ديال دوزيام بون اوكازيون دوزيام ما هيا مرحبا يلا والسلامه ها انت كاينه دابا هذه كما قلت لكم كاينه هذه وهذه وكاينه هذه ها هما هذو كلهم ديال دوزيام هذا صافي اثنين درك ها السرات هذو ديال دوزيام الا كانت شي وحده باغا هما هما كاينين عندي فيهم القياسات حاليا راه تكبوا عليا السرات موجودين السرات حلقات الحضور اختي عندي في الهمي عندي في الجداد ماشي في الهميزات لا عندي هذا البراسلي هذا بلدي الثمن ديالو كيدير 7700 درهم 770 اورو كاين واحد البراسلي تا هو فنين ديال التخرام زوينين البنات هادو زوينين والثمن مزيان كيديروا 14000 درهم مليون و80000 ريال ها هو مستعملين اختي مستعملين اختي حنان هذا الشيء مستعمل دابا اللي كنوريك مستعمل مستعمل هميزات ها الدوزيام ما هما هادو كلهم هادو ديال الدوزيام ما ها هما كاين هادو ديال دك ليبرا تا هما زوينين وثقال ها هما هادو دك ليبرا تا هما هادو كيديروا 28000 درهم 28300 درهم 2830 اورو تا هما ثقال فيهم 67 غرام هادو كلهم البراص ديال الدوزيام اللي كانت شي وحده باغا شي حاجه ثقيله بغات شي حاجه خفيفه كاين هادو بلديين ها هما تا هما الوحدات بلديين الدوزيام هذا 6700 درهم 670 اورو لا اختي عندي الحلقه جداد جداد ماشي في الهميزات على قضية انا اختي تباعت اختي عائشه تباعت لونصوم ديال ديالي اللي تا هو كان تباع ريم اختي هادو كنشريو من عند الناس دابا الشيء اللي كنوريكم كنشريو من عند الناس وكنعاود نبيعهم هادو كلهم تنشريهم وكنعاود نبيعهم البنات خويا هذاك الدبليج وريتي راه قلت لك خليه ليا اين دبليج اختي والله ما عرفتش اين دبليج قلت لي خليه ليا
قلت والله ما عرفت. تواصل معايا غير في الواتساب اللي قلتي لي خليه لي، ما عرفتش تواصل معايا غير في الواتساب. ان شاء الله اللي قلتي خليه لي نخليه لك. ما شاء الله كل كون عندك وعلي دباج مبرومين. شحال القياس ديالهم دباج مبرومين؟ الله يحفظك اختي مريم. الدباج مبرومين 6.4 هادو، 6.4 هادو، هادو 6.420 درهم هادو الغرام كنحسب ليهم. الرباط لا حنا كنتواجدو في كازا، في كازا بلانكا 770 الاورو اختي. هو هذا 7700 درهم. فين هو 7700؟ فين هو 7700؟ الدبل يجي 7700. فين هو هذا 7700 درهم؟ هذا ها هو راه باقي كاين، ها هو باقي كاين الا بغيتي، هو كاين ها هو 7700 درهم. قياس براسليات اللي دوزتي اختي راه هادو ما عرفتيني وحدين، هادو دوزت هادو ودوزت هادو ما عرفتيني وحدين فيهم. ها هما تذكرونيهم عندك وصيفطهم لي، هادو كلهم دوزتهم. ها هما هادو كلهم دوزتهم الا كانت شي وحده باغاهم. ها هما هادو كلهم دوزتهم الا كانت شي وحده باغاهم. ها هما ما عرفتيني وحدين، غير سكرنيهم لينا وصيفطوهم لينا وديك الساعه نعطيكم ان شاء الله حتى سميتو ديالهم. هاك رجعت والبنات هادشي اللي عطى الله وريناه ليكم. شحفتوني مبارك عليا. شكرا لكم البنات، غير كنضحك معكم بالعكس انا كنفرح ملي كتكونوا معايا. شكرا لكم ورمضان كريم ان شاء الله. نشوف ان شاء الله في رمضان ان شاء الله نهار الاربعاء ان شاء الله. الوقت باقي ما عرفناش الوقت اللي غنبداو فيه ان شاء الله، الوقت اللي غنبداو راه غنقولوه لكم ان شاء الله. اغلبيه غيكون بالليل. صافي اختي ليلى ان شاء الله، واخا براسي نخليه لك ان شاء الله. صافي غير توصل معايا غير في الواتساب ان شاء الله. كما قلت لكم ان شاء الله الرقم الواتساب هو مكتوب لتحت 0661 وكاين 0672 بجوج فيهم. عاود ورينا السلسله ديال الفراشه. ما كاينش اخي السلسله ديال الفراشه؟ كاينه لا ما كاينه اخي السلسله الفراشه لا هذيك الرقيقه. المهم هادشي اللي عطى الله ورينا لكم البنات. شكرا لاي حاجه بغيتوها البنات، واخا شي حاجه مورينيش لكم هنايا تواصل معنا في الواتساب. راه اي حاجه اللي بغيتوها راه نوريوه لكم، ما كاين حتى مشكل. نسيبتكم في الواتساب نديروا لكم الفيديو، اي حاجه نسيوطها لكم. ما تشريوش معدة تقتنعوا 100%. الله يعطيكم الخير، شكرا لكم بزاف. شي وحده ما جاوبناهاش تسمح لينا بزاف لي كومونتير، شي وحدين ما كيطلعوا لي بزاف ما شفتهمش، لكن اي حاجه سولتوا عليها ها النوابر ديالنا محطوطين لتحت. تواصلوا معنا غير في الواتساب، اي حاجه نجاوبكم عليهم. ندير لكم التصاور، ندير لكم الفيديو عادي ان شاء الله تشريوا ان شاء الله. مرحبا بكم البنات، نتلاقاو ان شاء الله في اللايف الجاي ان شاء الله. يلا شكرا لكم، بركة عشركم، رمضان كريم. رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.